مرحبا أحبائي الصغار، اليوم سنتعرف موضوعا جديدا يخص مكون القراءة، لكن قبل أن نتطرق لموضوع النص القرائي دائما نكتشف الكلمات البصرية. إذن أدعوكم يا صغار أن تكتشفوا معي الكلمات البصرية التالية. إذن الكلمات البصرية: فوق. أنصتوا جيدا، سأقرأ الكلمات البصرية: فوق، قرب، غابة، هناك، مسجد، لذلك. إذن يا صغاري سأعيد قراءة الكلمات البصرية: فوق، قرب، غابة، هناك، مسجد، لذلك. إذن أنتم بدوركم أعيدوا قراءة الكلمات البصرية مرة واثنان. إذن بعد ذلك يا صغار، عندما نكتشف الكلمات البصرية أدعوكم لاكتشاف القراءة المشتركة، لذلك أنصتوا جيدا للقراءة التالية: فلاح القرية مجد، في حقله يعمل ويكد، يحرث، يزرع ويحصد، بعمله يسعد ويسعد. انتبهوا معي يا صغار، سأعيد قراءة النص المشترك أو القراءة المشتركة: فلاح القرية مجد، في حقله يعمل ويكد، يحرث، يزرع ويحصد، بعمله يسعد ويسعد. إذن أنتم بدوركم يا صغار حاولوا أن تقرأوا عدة مرات القراءة المشتركة لكي تتعودوا على قراءتها بسرعة. انتبهوا معي يا صغار، سنكتشف موضوع النص القرائي لحصة اليوم، لكن قبل ذلك أدعوكم لملاحظة المشهد الموالي والعنوان أو عنوان النص. سنتعرف على عنوان النص: قرية هادئة، قرية هادئة. انتبهوا معي يا صغار، ماذا نشاهد في المشهد الموالي؟ نشاهد منظرا جميلا، أين يتواجد هذا المنظر يا ترى؟ نشاهد معي، هناك مساحات خضراء وأنهار ومنازل متباعدة ومسجد وجبال. على ماذا يدل هذا المنظر يا صغار؟ نعم أحسنتم، من خلال العنوان يتبين لنا أن هذه قرية، قرية. إذن يا صغاري، في نظركم عن ماذا سيتحدث نص اليوم أو ما هو موضوع النص القرائي؟ إذن حاولوا أن تكتبوا أو تتوقعوا توقعاتكم حول موضوع النص، عن ماذا سيتحدث يا ترى؟ إذن سأقترح عليكم بعض التوقعات بالإضافة لتوقعاتكم. انتبهوا معي، ربما النص سيصف لنا قرية بمنطقة جبلية. إذن سنتوقع كتوقع أول أن النص سيتحدث أو سيصف لنا قرية بمنطقة جبلية، أو ربما النص سيقدم لنا معلومات عن حياة الفلاح في القرية. كتوقع ثاني، يمكن أن نتوقع أن النص سيتحدث عن معلومات تخص حياة الفلاح في القرية. إذن أنتم كذلك اكتبوا توقعاتكم لكي نتحقق منها بعد معرفة نص أو موضوع نص اليوم. إذن يا صغاري أدعوكم للاستماع الجيد لنص اليوم. عنوان النص: قرية هادئة.
يعيش جدي في قرية جبلية منازلها متباعدة تحيط بها غابة كثيفة تتوسطها عين يسمع خرير مائها من بعيد. لقد ظل ماؤها متدفقا رغم الجفاف. قرب العين مسجد يجتمع فيه أهل القرية يوم الجمعة. هناك يناقشون مشاكلهم. أهل القرية طيبون، يتعاونون على أشغالهم. وفي مدخل القرية مدرسة عتيقة محاطة بسور. يحب الأطفال مدرستهم لأنها تعلمهم وتربيهم. يفصل نهر صغير بين القرية والطريق المعبدة. بنى أهل القرية قنطرة فوقه، وهكذا لم يعد تلاميذ ينقطعون عن دراستهم في فصل الشتاء. إذن سأعيد قراءة النص مرة أخرى يا صغار، لكن استمعوا جيدا لكي نكتشف مضمون النص ونفهم معانيه جيدا. قرية هادئة. يعيش جدي في قرية جبلية. يعيش جدي في قرية جبلية. منازلها متباعدة. منازلها متباعدة. تحيط بها غابة كثيفة. تحيط بها غابة كثيفة. القرية تحيط بها غابة كثيفة، يعني أن الغابة كثيرة الأشجار، هناك أشجار كثيرة تحيط بالقرية. تتوسطها عين يسمع خرير مائها من بعيد. يوجد وسط القرية عين يسمع خرير مائها من بعيد. إذن يا صغاري، خرير مائها بمعنى صوت الماء، عندما يتدفق الماء يصدر صوتا وهو خرير. لقد ظل ماؤها متدفقا رغم الجفاف. قرب العين مسجد يجتمع فيه أهل القرية يوم الجمعة. يوجد قرب القرية أو قرب العين مسجد يجتمع فيه أهل القرية يوم الجمعة. هناك يناقشون مشاكلهم. أهل القرية طيبون، يتعاونون على أشغالهم. وفي مدخل القرية مدرسة عتيقة محاطة بسور. إذن في القرية أيضا توجد بنايات، من ضمنها مدرسة عتيقة. في القرية توجد مدرسة عتيقة، بمعنى مدرسة قديمة محاطة بسور. يحب الأطفال مدرستهم لأنها تعلمهم وتربيهم. يفصل نهر صغير بين القرية والطريق المعبدة. بنى أهل القرية قنطرة فوقه، وهكذا لم يعد التلاميذ ينقطعون عن دراستهم في فصل الشتاء. إذن كان هذا هو نص القراء لموضوع اليوم. إذن يا صغاري، هل أنتم مستعدون لأطرح عليكم بعض الأسئلة؟ هل فهمتم جيدا موضوع نص اليوم؟ نعم، من خلال العنوان قلنا قرية هادئة. إذن النص سيتحدث عن قرية. إذن أين كان يعيش الجد؟ أين كان يعيش الجد؟ نعم، كان يعيش الجد في قرية جبلية. منازلها قلنا متباعدة وبها غابة كثيفة. إذن يا صغار، كيف كان أهل القرية؟ كيف كان أهل القرية؟ نعم جيد، أهل القرية هم أناس أو طيبون. أهل القرية طيبون. جيد يا صغار، ماذا يوجد في مدخل القرية؟ إذن قلنا يوجد في مدخل القرية
ماذا؟ مدرسة عتيقة يحيط بها سور. ماذا بنى أهل القرية فوق النهر؟ إذن ماذا بنى أهل القرية فوق النهر؟ جيد يا صغار، أهل القرية بنوا قنطرة فوق النهر لكي يسهل عبور أو لكي يجد التلاميذ الطريق لكي يذهبوا إلى دراستهم. جيد يا صغار، إذن سنحاول يا صغار أن نناقش قليلا المعجم الخاص بالنص القرائي. سنتعرف على مفردات واستراتيجيات لكلمات. هل أنتم مستعدون يا صغار؟ إذن انتبهوا معي. سنحاول أن نشطب الكلمات الدخيلة. انتبهوا معي للكلمات التالية: حائط، حائط، أطاح، محاط، أحاط. إذن انتبهوا معي يا صغار، لدينا هنا مجموعة من المفردات. سنبحث عن المفردة الدخيلة التي لم تشتق من أصل الفعل الذي هو فعل اشتقت منه جميع الكلمات التالية. إذن حائط، سنبحث عن الفعل الذي اشتقت منه الكلمة وهو حاط. بالنسبة للكلمة الموالية أطاح، اشتق من طاح. محاط، اشتقت من حاط كذلك، وأحاط اشتقت كذلك من حاط. من خلال الأفعال يتبين لنا أن الكلمة الدخيلة هي: جيد، هي أطاح، أطاح. جيد يا صغار، انتبهوا معي، سنبحث لخريطة للكلمة الموالية. عندما استمعنا للنص القرائي قلنا بأن توجد بالقرية منازل متباعدة، سنبحث لها عن النوع وهو متباعدة. نوعها اسم، مرادفها منتشرة، منتشرة، متباعدة، وضدها متقاربة، متقاربة. سنحاول أن نوظف المفردة أو الكلمة ضمن جملة مفيدة: أجسامنا متباعدة بسبب الوباء. أنتم أيضا حاولوا أن تبحثوا عن جمل أخرى من إنتاجاتكم الخاصة. انتبهوا معي يا صغار، سنحاول أن نناقش قلنا المعجم الخاص بالنص القرائي. كسؤال: ألون المرافق المذكورة في النص. هناك مرافق ذكرت في النص، سنبحث عن تلك المرافق ثم نلونها بلون مغاير. لدينا بريد، مسجد، مستوصف، مدرسة، صيدلية، دار الشباب. إذن حاولوا يا صغار أن تتذكروا قليلا المرافق التي ذكرت في النص. هل استمعنا من خلال قراءة النص للكلمة أو المفردة بريد؟ لا. إذن استمعنا، نعم يوجد ضمن النص مسجد، مرافق مثل مسجد، مستوصف، نعم لا. أيضا سمعنا مدرسة، جيد يا صغار. إذن كانت هذه هي المرافق التي ذكرت في النص القرائي. انتبهوا معي يا صغاري، سنحاول أن نطرح بعض الأسئلة وفكروا جيدا في الإجابة المناسبة. بالنسبة للسؤال الأول: ماذا يحيط قرية الجد؟ ماذا يحيط قرية الجد؟ إذن فكروا قليلا يا صغار، سنتعرف على الإجابة بعد ذلك. أين يقع فيها المسجد؟ أين يقع
فيها المسجد. قد سبق وذكرنا موقع المسجد. أين تقع المدرسة الخاصة بالقرية؟ إذن فكروا قليلا. نعم، واكتبوا إجاباتكم سأطلعكم على الإجابة الصحيحة. إذن يحيط قرية الجد غابة كثيفة، يحيط قرية الجد غابة كثيفة. بالنسبة للجواب الموالي، أين يقع فيها المسجد؟ يقع في القرية المسجد قرب العين، يقع في القرية المسجد قرب العين. بالنسبة للسؤال الثالث، أين تقع المدرسة الخاصة بالقرية؟ تقع المدرسة الخاصة بالقرية في مدخلها. قلنا في مدخل القرية تقع مدرسة عتيقة. إذن يا صغاري، من خلال الأنشطة والاستماع الجيد للنص القرائي سنحاول أن نتحقق من التوقعات التي سبق وتوقعناها في بداية الحصة. إذن قلنا كتوقعات، التوقع الأول، النص سيصف لنا قرية بمنطقة جبلية، أو النص سيقدم لنا معلومات عن حياة الفلاح في القرية. إذن في نظركم يا صغار، ما هو التوقع المناسب للنص القرائي؟ نعم، جيد. من خلال الاستماع ومناقشة أفكار النص يتبين لنا أن النص سيصف لنا قرية بمنطقة جبلية. إذن كان هذا هو التوقع المناسب للنص القرائي. إذن أنتم أيضا تحققوا من التوقعات التي سبق وتوقعتموها. انتبهوا معي يا صغاري، فيما يخص الأنشطة الكتابية لحصة اليوم، سنتذكر بعض الكلمات لنكتشف الحرف أو الظاهرة التي سنتعرف عليها اليوم ونتدرب عليها في الأنشطة الكتابية. انتبهوا معي يا صغار، ماذا نشاهد هنا؟ نعم، نشاهد الهمزة. نعم، سبق وتعرفنا عن كلمات تتضمن الهمزة، لكن اليوم سنتعرف عن كلمات أخرى. سبق وتعرفتم عن كلمات تتضمن الهمزة في آخر الكلمة أو الهمزة المتطرفة. اليوم سنكتشف كلمات أخرى تتضمن الهمزة في مواقع مختلفة للكلمة. الكلمة الأولى بئرن، بئرن. إذن بئرن، انتبهوا معي يا صغار، هنا سنبحث عن موقع الهمزة ضمن الكلمة التالية في وسط الكلمة بئرن. انتبهوا معي كيف يكتب حرف الهمزة في وسط الكلمة على السطر. سأل، سأل. بالنسبة للكلمة الموالية أيضا نجد أن الهمزة تتوسط أو تتموقع وسط الكلمة في المقطع الثاني، سأل. إذن هنا الهمزة كتبت على الألف لكن تموقعت في وسط الكلمة، سأل. الهمزة على الألف. إذن هنا كذلك رأى، رأى. ننتبه يا صغار أن الهمزة تتوسط الكلمة التالية في المقطع الثاني، وكذلك كتبت على الألف، أ على الألف وسط الكلمة. بالنسبة للكلمة الموالية فؤاد، فؤاد. إذن يا صغار، هنا أيضا نلاحظ أن الهمزة كتبت وسط الكلمة في المقطع الثاني فؤاد، لكن هذه المرة كتبت الهمزة على الألف، فؤاد كتبت على الألف. تساءل،
تساءل. انتبهوا معي يا صغار، للكلمة الأخيرة نلاحظ أن الهمزة كذلك كتبت وسط الكلمة، لكن هذه المرة على السطر. إذن انتبهوا يا صغار للأشكال المختلفة للهمزة، تكتب في وسط الكلمة مرة على الياء أو على الألف أو على الواو أو على السطر. إذن سنحاول أن نتدرب يا صغار على كتابة الهمزة بأشكالها المختلفة على الدفاتر أو على الألواح. إذن انتبهوا معي يا صغار، سنحاول أن نتدرب على كتابة الهمزة بأشكالها الأربعة أو الثلاث. قلنا الهمزة على السطر تكتب بهذا الشكل، الهمزة على الألف، والهمزة على الواو، كذلك الهمزة على الياء. حاولوا يا صغار أن تتدربوا على كتابة الأشكال المختلفة للهمزة على الألواح ثم على الدفاتر الخاصة بكم. إذن انتبهوا معي، سأقترح عليكم بعض الكلمات لكي تتدربوا أكثر. نشاهد هنا شأن، الهمزة تتوسط الكلمة على الألف، شأن. سنحاول أن نعيد الكتابة، بعد ذلك ذئب، ذئب. نلاحظ هنا أن الهمزة تتوسط الكلمة على الياء، ذئب. تساؤل، تساؤل. هنا أيضا الكلمة تتضمن الهمزة وسط الكلمة على الواو. قراءة، قراءة. هنا أيضا الهمزة على السطر وسط الكلمة. حاولوا أن تتدربوا على كتابة الكلمات التالية في دفاتركم الخاصة. إذن انتبهوا معي يا صغار، كيف نعيد كتابة الكلمات؟ شأن، تساؤل، ذئب، قراءة. إذن حاولوا أن تكتبوا وتتدربوا على كتابة كلمات تتضمن حرف الهمزة. انتبهوا معي يا صغار لكي نختبر مدى فهمنا للكلمات التي تتضمن الهمزة. سنصنف الكلمات الآتية في الجدول التالي، لكن يجب أن ننتبه لشكل الهمزة. لدينا جدول، سنحاول أن نصنف الكلمات حسب تضمنها للهمزة المناسبة. هنا الهمزة على السطر، والهمزة على الألف، الهمزة على الواو، والهمزة على الياء. سنبحث عن الكلمة المناسبة ونضعها في الخانة المناسبة. إذن سأقرأ الكلمات: دأب، دأب، مائدة، مائدة، رأس، رأس، مؤذن، مؤذن، سائل، وأخيرا يئس. إذن هنا الكلمات تتضمن الهمزة المتوسطة، لكن في كل مرة تختلف كتابة الهمزة ضمن كل كلمة. إذن سنشاهد أو نركز حول الكلمة الأولى، دأب، دأب. الهمزة هنا كتبت على الألف. إذن أين يمكن أن نكتب الكلمة ضمن الجدول؟ في الخانة المناسبة طبعا. ما هي الخانة المناسبة؟ نعم، الخانة المناسبة هي الخانة التي بها الهمزة على الألف. إذن هنا
دأب دأب. سنكتبها في خانة الهمزة على الألف. بعد ذلك سأل، هنا الهمزة كتبت على السطر والإجابة هي، سنضع أو سنكتب الكلمة في خانة الهمزة على السطر. سنبحث أيضا مؤذن مؤذن، هنا الهمزة كتبت على الواو لذلك كانت الإجابة في هذه الخانة المناسبة. الهمزة التي كتبت على الياء مائدة مائدة، والكلمة الأخيرة يائسة. إذن هنا مائدة، الهمزة كتبت على الياء. هنا لدينا رأس، الهمزة كتبت على الألف. وفي الأخير يائسة يائسة كتبت على الياء. إذن يا صغار، كان هذا النشاط لكي تركزوا جيدا على الكلمات وكيفية كتابة الهمزة. مرة تكتب على السطر، انتبهوا جيدا لكتابة الهمزة على السطر، ومرة تكتب وسط الكلمة على الألف، ونجدها أيضا وسط الكلمة على الواو، ونجدها كذلك وسط الكلمة على الياء. إذن يا صغار، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا موضوع حصة اليوم فيما يخص الأنشطة الكتابية أو الأنشطة القرائية. على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة إن شاء الله.